يو، السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد وموضوع جديد ويوم جديد. طبعا اليوم موضوعنا كلش حلو، واخيرا اشتريت دراجه اللي كنت اريدها واللي كنت هاويها واللي كنت اتمناها. طبعا جماعه القريبين علي يدرون ايش قد احب هاي الدراجه وجد ردتها، يعني قدامكم شهر كامل ادور على الدراجه هاي وبالاخير ما حصلتها. اشتريت عده وبعت العده وبعدين اشتريت هاي الدراجة. طبعا الناس تقول شنو هالدراجة؟ طبعا الدراجة ورا ظهري، فما ارد اراوكم هسه شوي ورا وياها. طبعا قبل بداية الفيديو اتمنى تشتركون بالقناة، تحطون لايك، تشتركون وتفعلون جرس التنبيهات وتكتبون لنا تعليق محفز مثلكم حلو، وحسابات الفيسبوك اللي نستهلني اي شيء تحتاجون دراجة تزويد ما تزويد، تستفسرون من يمي بخصوص تزويد دراجة طبوا لا تستحون ان شاء الله كل ارد علي. طبعا حبايب دراجتي قلت لكم بعتها شخص من المتابعين وصورت لكم الدراجه، بعتها بواحد و200 مليون و200، دراجه حلوه وكلش بلاديه ورمبو يعني قدامكم شفتوها بالتصوير. طبعا قلت لكم جبت هاي الدراجه، هاي الدراجه يعني جماعه القريبين علي يدرون جد احبها واريدها، قلت لكم شهر كامل ادور عليها وماكو نظافه، ناس تغني رمبو ماكو. طبعا يقول لك صابر مفتاح الفرج، اصبر وهي تجيك صبرت. صاحبي تقريبا قبل يومين البارحه جبت الدراجه، البارحه قال لي امير الدراجه تريدها موجوده تعال بهاي الرمبه. طبعا الدراجه جبتها من المنصور من ساحه الوقوفات من ساحه العرصات نسيتها، يم جراج العلاوي يندلم بغداد ما نسيتها لسه. طبعا رحت وجبت الدراجه وفحصتها والدراجه حلوه وبتشيس وزيرو، صراحه اصورها لكم ويمكن اغلبيتكم ما يعرف. طبعا اللي ما يعرف الدراجه اكو ناس انا شريت على الستوري بالفيس وعلى انستا اللي يتابعوني يعني عرفوه شنو اسم الدراجه، واللي ما يتابع طبعا اللي متابعني على الفيس وعلى انستا نشرتها بالستوري وعرفوه، واللي ما متابعني خليه يكتب لي بالتعليقات شنو الدراجه اللي وراي. طبعا مو ماكس عدلي، خل اساعدكم، مو ماكس عدلي ولا ماكس صيني، يعني لا فيس ولا ذني السوالف، لا ماكس ياباني. كتبوا لي شنو قبل ما اصور الدراجه، 1 2 3 4 هاي صراحه اصور لكم الدراجه وشوفوها. طبعا الدراجه اشتريتها بمليون و500 الف، الدراجه بتشيس يعني زيرو ماشي شيء قليل يعني، وهاي الدراجه بس اغلبيتهم راح يجين واحد راسه مربع ويقول لي لو مشتري لك دراجه كاوس كيلو. اي حبيبي كل واحد ورغبته، يعني انا ارغب هذا الشيء بيش ما كان اجيبه يعني مال كاوسكي. وانا ارتدي جي تي ماكس بس قلت بعد مو هسه تي ماكس، خلي شوي تسع قناتي وشوي امن من هالدراجه واجيب تي ماكس. تي ماكس قبل لا العافيه بالتدارج، العافيه مو قبل الطش، العافيه بالتدارج. فحبايب صراحه خليكم ويا الفيديو وراكم الدراجه واشرح لكم عن الدراجه، وخليكم ويا الفيديو اهم شيء تشتركون بالقناه وتضيفون على حساب الفيس والانستا، بس خليكم ويا الفيديو. طبعا هاي الدراجه قدامي اصور لكم ولا احزروا؟ احزروا بالتعليقات شنو هالدراجه؟ يلا عم راح اعطيك 5 ثواني، 1 2 3 4 5 خلاص الوقت. احزروا شنو الدراجه؟ جماعه الفيس والانستا تم عليكم لا تدخلون، بس حطوا لايك. يا عزيز ثلاثه يو اشتريت بوليسي. طبعا هذه الدراجه كلش احبها يعني وكلش قلت لكم كنت من زمان اريد اشتريها وقلت لكم ماكو نظيفات، بس قلت لكم الصبر مفتاح فصبروا وهي تجيكم. طبعا دراجه بوليسي على ما اعتقد اسمها كيوزي، ما اعرف اسمها ايه، بس المهم بوليسي، لون فستقي لون مرغوب ودواخل حليبي يعني كله بالله لون بتشيس، ختومات ختم واحد، دراجه حلوه نصباتها حلوه وغاليه ومرغوبه بالشارع وقليله بالشارع بنفس الوقت، مواصفات الدنيا كلها بيها. طبعا اللي يعرف بيها هو بمصلحه يعرف شنو اقصد. هاي البحر غسلتها يعني دراجه حلوه بيها شخوطات قليله مال النقليات، يمكن راح هذا شو يسوون مو اصبغن وانما هذا شو يسوون اصفرهم ما ادري شو يسوون والله حتى نسيت اكحلهم، لان دراجه شوي بيها شخوطات مال النقليات مال الرمبه تعرفون. طبعا كلها مزنجر بتشيس، ختومات كتابات مال الرمبه، لان كتابات مال الرمبه يعني ستيكراته كلها موجوده يعني ختومات، هذا الكفر ما كان مختم، هذا ختين، هنا هم ختين، هذا كله مختم، هاي مختم، هذا مختم، هذا مختم، عندك هذا مختم، شوفوا
هذا مبين عندكم، مبين هذا كله اي 9000 نفس الماكينه مطابق. طبعا هذا دراجه تكون ب 1500، خذيته دراجه حلوه وغاليه وسجلوا. تدرون هذا الدراجه قبل تقريبا سنه فوق السنه كانت الدراجه هاي ب 850 و 750، بس مو ماكو واحد بالسوق والميناء سدوه، كلها صعدت مليون 200 مليون 300 مليون 400 مليون 500، كلها صعدت. لان تعرفون قلت لكم الميناء مسدود، وهسه الدراجات كلها صاعده، خاصه هاي دراجه قليله بالسوق ومرغوبه، ويعني جنايتها يرغبوها وبياع شرايا خوف يكلبون بيك اذا شافوك. يعني الدراجه حلوه، وهي ترى ماكس بوليس هاي نفس الماكس العدله والقتمه والمغول الماكينه، يعني الماكينه نفس الشيء جيبوا شد، بس الشاصي والشكل يختلف. لا طبعا بنزين مالتها منا، انا اول مره اشتري دراجه بنزينها منا، يعني ما متعود عليها. وكابريتر مو نوزل، هواي قالوا لي بالفيس كابريتر لو نوزل، كابريتر مو نوزل، نوزل عطلات، انا ما احب النوزل، يراد محسن يراد احتناك. كابريتر حلو، كابريتر يمشيك مو مثل النوزل، نوزل حديث، نوزل وما سيارات يحطون الدراجات ليش ما اعرف. طبعا هاي الدراجه قالوا لي بالخير، يا بقولوا بالخير، باش اصور لكم ختوماته صالنصاته دواخلها كريمي بلاد، يعني مو صبغ، كفرات بلاد مو صبغ، هو مبين مصبوغ، صالنصه بلادي كلها بلادي، دراجه بالكيس تراب باق كسرته وعفته، دراجه حلوه. وانا هم قلت لكم من زمان هاويها واريد اخذها، بس يعني ماكو نظيفات، وبالفيس كلهم يغنون، كلها تغني بالفيس، كلها 1200 و1600 و1500 وتعبانه، يعني يا ريت نظافه ما مو كلهم، لا مو كلهم يعني البعض. والماكس العدله بواحد و200 و100 مليون. هسه اللي يريد ياخذ دراجه انا عاملت عليها برنامبو، الدراجه المزوده يعني تزاويد خفيف ب1 و100، والدراجه اللي يعني البلاديه ما بيها شيء بمليون وبيها مجان، يعني تقدر تحصل 975 950. اللي يريدون يجون محافظات يجون بغداد، وان شاء الله راح انزل لكم فيديو عن قريب عن اسعار الدراجات واسعار البوليسي البلادي، يعني شلون هاي بس مو دواخل حليبي، دواخل اسود ب 950 وبمليون، والدواخل الرصاصي اللي هي ملحه بمليون و100، وذني 400 300 500 يعني حسب النظافه. طبعا هذا الدراجه قدام، طبعا من ما صورت لكم الدراجه هاي، طبعا قالوا لي بالخير والبركه والله يكفيني ان شاء الله. طبعا جبت هاي الدراجه والله غير، هسه راح من يومها فد اسبوع، طول اسبوع اسبوع عادي قبل ابيعها، ما اعرف ليش انا دراجه لبالي اجيبها غير ابقيها، ما اعرف مليت من بعت الدراجه مال التسويق، يعني قمت ما احب اجني دراجه ما اعرف ليش، يعني قمت ابيع واشتري، بس ابيعهن يعني ابيعهن نظيفات، مو ابيعهن يعني فراغ راس ويا خيل حمزه، لا نظيفات. فما اعرف يمكن راح افد على الدراجه البوليس، ويمكن اجيب فوقها تي ماكس بعد ما اعرف، نشوف باكر عقبه، ما اريد اخطط، الله ايش كاتب انه هو يسوي. طبعا حبايب اللي يحب ياخذ منها الدراجه او عدله او يعني محافظات تواصلوا معي، وانا ادلي على محلات رامبو. تريدون طحين للبيع؟ سب الله يعني لكم بعد ما راح ابو الطحين. طبعا انتظروني عن قريب ان شاء الله راح اصور لكم الكفاح، اسعار التزويد، اكو هنا محل ما صاحبي ما اصور لكم به غراض، وعنده غراض مال اربعه ودراجات تفصيل، ان شاء الله عن قريب اصور لكم. وانتظرونا بالجديد ان شاء الله. طبعا حبايب اتمنى تكتبون لي افكاركم يعني بالتعليقات، اللي يحب يريدنا نسوي فيديو، لان تعرفون افكار ماكو بالقوه جاي تطلع الافكار، فكتبوا لي افكاركم بالتعليقات، انا ترى اقرا التعليقات وكل اجاوب عليه بدون اي استثناء. كتبوا لي تعليقات ويعني وافكار ان شاء الله، يعني الفكره اللي تعجبنا نسوي، بس يعني عفوا التعليق، سوالف التعليق ما احبها، يعني انا ما مو من سوالف التعليق، انا تعليق مو يم التعليق ولا اريد اتعلم له. كتبوا لي غير التعليق يعني فلوق، ما انتم طلعوا لنا افكار يعني تكون فكرة حلوة قوية، إن شاء الله أقرأ الفكرة وأسويها وتدلل. بعد شدنا إيش نحكي، خلصنا هاي الدراجة صورتها لكم في ما بين عندكم. طبعا الدراجة ما طالع بيها والله، جبتها البارحة ساعة بالخمسة غسلتها وقفتها، أطلع بالتيك توك ولا جاي أطلع بالدراجة ما أعرف ليش، يعني غير الدراجة تفيد ما ولا أطلع بيها، ترى إذا بدل دهنها ودهنها ما في شيء، بس أنا أريد أبدل، تعرفون يعني وهو أصلا لازم تبدل دهن حتى الدراجة تبقى عندك عمر، يعني الواحد يراد يهتم بيها، والدراجه ما بيها شيء، بس انا قلت لكم بس اصبغ ويالتها شوي، لو ويالتها واقع لونها يعني جارد ما رمبت تعرفون مال الشمس، يراد افتح ويالتها واصبغها وبس، هاي ما بيها شيء يعني، ولو اصبغن لو ما اصبغن يراد دخلك تعال افتحن وروح للصبار، اوه صبغ تقريبا يصير نفسي هذا
الحراري ب 40 ب 50 الف، الصبغ العادي ب 15 نشوف. بس باقين لا هو قلت لكم بس هاي 10 ليرات تعديلات بسيطه كلش، بورش للكفرات يعني وغسل هاي الداخل الحليبي بالبنزين نفسه حتى الوسخ هذا السواد كله يروح. بعد شحنة بريكاته شغاله، كهربائياته شغاله، نقره سيف نقره هندر، يعني ما بيها اي ناقص، ما بيها اي ناقص. طبعا حبايب بعد ما عدنا شي نقوله وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو، اذا عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك، تفعلون زر الجرس اهم شي، حسابات الفيسبوك والانستغرام يطلع لكم هنا، ايش تحتاجون راستوني، واذا تريدون من هالدراجة او غير دراجة راستوني ان شاء الله ما قصروا يا احد، محافظات بغداد ما يعني ايش تريدون راستوني على حسابي وان شاء الله ما قصروا يا احد. وبس حبايب، في امان الله.